مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان. كما عرفتوا بأن القناة ديالي عاد فتحها جديدة، وكنت كنتصفح في الفيسبوك وأثر انتباهي مجموعة من الأساتذة الجدد اللي كيسولوا على بعض الأمور اللي هي ماشي مسائل بيداغوجية اللي تلقاو في التكوين، ولا من ضمنها الأفكار ديال تزيين القسم. أنا كنشوف فاش تزيين القسم خصها تكون أفكار تربوية، يعني التلميذ غادي يشوف في الحيط ماشي أنه يشوف منظر زوين، ولكن ياخذ شي حاجة اللي تفيدو ولكن هي مصيبة بمنظر زوين. كيسولوا على الوثائق ديالهم سواء البيداغوجية ولا الوثائق الإدارية اللي خاصها تكون عندهم. كيسولوا كذلك على أساليب التنشيط وباش يهرس الروتين، كيفاش يضبط القسم. أنا عندي مجموعة الأفكار. قبل ما نعطيكم بغيت نقول لكم بأنني أحيي فيكم الروح ديال السؤال، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الاهتمام ديالكم والحب ديالكم للعمل ديالكم. فأنا غادي نتقاسم معكم التجربة ديالي اللي ماشي هي طويلة، ولكن أنا أعتز بها حيت ديما كنلقى عليها تشجيع، ويعني كاع اللي يخدموا معايا أو اللي شافوا الخدمة ديالي كتعجبهم. غادي نحاول نعطيكم أفكار كل نهار، فكرة إما ديال تزيين القسم إما ديال التنشيط. فاش كنهضروا على التنشيط ماشي غير تنشيط الدرس، مثال غادي نعطيكم واحد النموذج ديال ان فاش كتكون عندي مثلا الحراسه اليوم، الحراسه ديالي ماشي ضروري الحراسه هي ديال الصفوف ونظم، كنحاول ندير نشيد ندير حركات، المهم كنبدل الروتين. هكا ما كنملش انا، وحتى التلامذ كيتكري واحد الجو بينك، واحد العلاقه بينك وبينهم زوينه. ما تنساوش الى عجبكم الافكار ديالي شجعوني، شاركوا معايا في القناه ديالي، فمرحبا بكم. المهم قبل ما نبدا غادي نجاوب على واحد التساؤل اللي تطرح البارح كتير بزاف، واش النقاط ديال التقويم التشخيصي غيدخلوا في مسار؟ حنا غادي نسيزيو ما ندخلهم، واش في مسار واش في واحد سميتو عتبه. المهم حنا دخلناهم، عطينا لائحه المدير ورصفت لي دوسي في الجيميل، غير مازال ما عمرتش. المهم فاش غادي نفتح غادي نوريكم الجدول كما هو. غير اللي كتعرفوا بالنسبه للاساتذه العربيه كاينه نقطه الماده اللغه العربيه ولغه ونقطه النشاط العلمي، ما كاينش اجتماعيات ما كايناش تربيه اسلاميه. بالنسبه للاساتذه الفرنسيه كاينه نقطه الرياضيات ونقطه الفرنسيه مجموعه، ماشي لا ليكتور بوحدها ولا لونغ بوحدها. غادي نبداو، غادي نعطيكم بعض الافكار بعدا. بالنسبه للمذكرات هادو بعض الواجهات المذكرات، وموجود لنا هنا الاشاره اللي بغاهم يكتب لي في الكومونتير غادي نصيفطهم له وورد وهو يمضي فيهم كيما عجبهم. هادو السنوات اللي فاتت عندي حيت كنت كنشد الفرنسيه، اما هاد العام انا عندي عربيه. هادي وحده وهادي الثانيه. بالنسبه للتسطر الداخل ديالهم نشوفوا الاخر غادي تكون شي حاجه خاويه جو بونس نو سي لو ميم. المهم ها هو الجدول اللي كنت كندير هكذا، كانت عندي زيارة المفتي، كان عندي ما كاينش حتى شي ريكلاماسيون، كاين لوغيغ دوغي ماتيير، وعندنا لو تيتر وعندنا لوبجيكتيف، عندنا نيميرو دو فيش، يمكن لك تزيد نيميرو دو سيونس. هادو بالنسبه للمذكرات. بالنسبه للعربيه حينما غنسالي من المسائل ديالي غادي ندير هادو بعض الوثائق اللي خصهم يكونوا عندك. هادي واحد الباج كنت دايره فيها، كنت دايره فيها دوكيمون بيداغوجي. كذا واحد استعمال الزمن ديالي بالنسبه للمستوى الثالث والرابع وفقا للمنهج المنقح، اللي بغاه مرحبا نصوروا له ونصيفطوا ليه. اي وثيقه بنت لكم انا نقدر نصيفطها. عندي هنا التخطيط السنوي ديال ماده الرياضيات، درت الرياضيات بوحدها، النشاط العلمي بوحدو حيت العام فايت كنت خدامه بالمنهج المنقح في المدرسه اللي كنت كنخدم بها. هذا وفقا للمنهج المنقح حتى هو توزيع. هذا التخطيط ديال الوحدات. هادو ليفالياسيون دياغنوستيك. بالنسبه ليا انا اش كندير، كندير واحد الورقه كافيه ليفالياسيون دياغنوستيك، وكنخلي نسخه ديال كل حاجه عندي، كل حاجه مثلا درت الرياضيات كنخلي نسخه فارغه. ها النموذج اللي درت كل حاجه كندير. هادو سوسون دي استراتيجي دو لا ليكتور، عندنا لا استراتيجي دو لا برودي دو برودكسيون ايكريت، عندنا استراتيجي دو برودكسيون اورال. هاد الوثائق مهم. هذا لو رابور ديفالياسيون دياغنوستيك الى بغيتو شي حاجه مرحبا. هنا لي كومبيتونس ديال 4 اني دو سيكل بريمير اللي بغاهم يطلع عليهم حتى هو مرحبا. هادي التتمه ديالهم. هادي سيتون كارت دي زانفورماسيون بروفيسيونيل او لي بيرسونيل. هادي يستحسن تكون محتفظ بها في البورتفوي ديالك فاش كتجيك شي زياره ديال المفتيش ولا اي واحد، لا داعي باش يبقى يسولك انت في اي رتبه انت، هذا كتكون فيها المعلومات واخر التفتيش ديالك النقطه ديالو كاع المسائل اللي تقدر تحتاج منها. وهادي واخا مازال وقتها التعاونيات القسم كوبيراتيف دي كلاس.
الوثائق وغيرها بالعربية أنا كنستاد اللي بغاها مرحبا نعطيها له. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقة ديال تزيين القسم، وهي ديال كيفاش تكتب الأيام ديال الأسبوع. هذا التزيين يصلح القسم الأول، غادي يكتب الأيام الأسبوع بالعربية، القسم الثاني يقدر يعاودهم، والقسم الثالث بالفرنسية. انا غادي نعطي كاين الفكره ديال ان تران لي فاغون، هذا انا غادي درت هذه الفكره ديال العام فايت. غادي نوريكم الطريقه باش خدمت، وغادي نوريكم الصوره ديالي في القسم كي كانت. هذا سمكه حتى اللي ما كيعرفش يرسم، انا اصلا خديتها ما كنعرفش نرسم، خديتها من جوجل امبريميتها. او لا، اول حاجه غادي ندير غادي نقوم بالتلوين. هذا ناخذ ملون، مهم غادي يكون كل نهار في لون. غادي ناخذ ملون وغادي نبقى نلون باش نسالي التلوين. هالسمكة ملونة، خديت البرتقالي، غادي نقوم بالتقطيع ديال هاد السمكة. غادي نقطعها بدا، هي هاديك السمكة من بعد ملوناها وقطعناها. دابا غادي ناخد فوتر ونكتب باغ اكزومبل الاثنين ولا لاندي ولا عاوتاني بنفس الطريقة. ناخد وحدة اخرى غادي نلونها بلون مغاير، وغادي نكتب واحد السمية اخرى، وفي التالي غادي نديرهم انا في الحيط في فوق سبرة ولا في شي مكان اللي واضح، وحده مورا وحده كما انهم ماشيين كما كيمشي السمك وحده تبع وحده. انا غادي نكتب ونوريكم من بعد. انا كتبت لندي، من الاحسن خصك تكحسي شويه لهنا للجنب باش ما تجيكش دي في الوسط. مو هكذا انا درت، وهكذا بنفس الطريقه ماغدي مغدي وكتبت فيهم الايام. الاول ديال اللي كنت شفتو معايا لندي، وهذا ماغدي، وبنفس الطريقه نزيدو ميركودي. كيتعلقوا في السبوره في الحيط، كيعطيو منظر زوين. كيتسلي انتباه ديال التلاميذ، بالنسبه للتلاميذ ديال المستوى الثالث كيعرفوا الايام كيفاش كيتكتبوا، حتى اللي تلف شي نهار ولا كتلقاه كيبقاو ياخذوا منها مثلا ديمو كي كونتيان هاد لا ليتر ولا هذا، كتلقاهم كياخذوا منها بنفس الشكل. كاينين عاوتاني افكار ديال لي كولور، يمكن لك دير في الحيط لي كولور، لي برونون بيرسونيل سي او جو، لي برونون بوسيسيف، لي زارتيكل ديفيني و انديفيني. كاينين افكار كل نهار غادي نعطيكم شي حاجه، ماشي ضروري غير ديال التزيين، كاينين حتى العاب داخليه والعاب خارجيه. التربيه البدنيه ماشي ضروري كره القدم ترميها لهم وتجلس، كاينين العاب داخليه كتحفز الدافعيه للتلميذ، كتخلي يعطي اكثر، كتشجعو. تابعوني ودعموني بالاشتراك وبالجيم، وغادي نتقاسم معكم تجربتي بدون مخل. اللي بغى اي حاجه اولا يسالني. كانت عندي ديك ما كانش غنشوف عند الرفاق ديالي من الاساتذه والاستاذات، اولا نتصل بالسيد المؤطر. انا راه الاشاره.